اللهم إني أسألك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة ارحمني برحمتك اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله اللهم افتح لنا خزائن رحمتك اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا ولا آخرة وارزقنا من Likey.